شباب سرايا مساء الخير. سنة 2004 سافرت انا وزوجتي للولايات المتحدة الامريكية لاجراء بحث ما بعد الدكتوراه البوست دكتوراه. لما سافرت انا وزوجتي قعدنا حوالي جمعتين قبل السفر وهي بتبكي كيف بدها تترك المجتمع والعائلة والشغل والى ما ذلك كيف بدها تروح على حياة جديدة. في سنة 2006 لما حصلت على عدة عروض في الولايات المتحدة وكنت لازم ارجع على البلاد فكرت انا بدي ليش بدنا نرجع على البلاد؟ خلينا نضلنا هون في امريكا، الحياة حلوة، الحياة مفتوحة والحياة جميلة. وبالفعل برغم كل المغريات اللي كانت موجودة هناك، الشيء الوحيد اللي وصلنا على البلاد هو ليس العلم وليس التكنولوجيا، هو المجتمع. والهدف كان طبعا انه نوصل للمجتمع او نوصل لاطار انه نعمل في الابحاث لا مساهمه للمجتمع. وبالفعل اللي بعرف الحمد لله بدور انا بشكل شخصي على كثير مدارس وبشترك في عدد كبير من الندوات من وسط من الولايات المتحده الامريكيه الى هون. طبعا بشارك طبعا طلاب الثانويات الاعداديات وحتى الابتدائيات طلاب صف ثالث من باقي الغربيه. التقيت في صبيه هنا تقدر تسال بالخوارزمي على سبيل المثال في طلاب صف ثالث. والهدف طبعا انه نساعد بعضنا البعض على النهوض في المجتمع. وطبعا من سنه 2006 وانا اعمل طبعا في هذا المجال المجال التطوعي بالاضافه الى مجال العلوم اللي هو طبعا بيتي الدافئ هنا في التخليون. ولكن قبل سنه بلشت اسمع طبعا عن مجموعه من الشباب والصبايا اللي قاعدين بيعملوه والشغله مش ممكن تتخيلوها قديش هي رائعه وإني مجموعه حاسوب. فشباب صبايا 46 لقاء فيه التزام. هاي شغله مش سهله، هاي شغله مش معهوده ولا شغله مش بتقول من خبرتي، مش شغله ممكن الواحد يعني يفهمها بشكل مستقيم. ثلاث لقاءات كبيره جدا مع جمهور لا يعد 150 ل 200 شخص، هي شغله مش سهله جدا. وهون طبعا اذا ما دل طبعا دل على التزام وعلى المبادرة. وإذا تكلمنا على المبادرة أماني، هاي مبادرة، هاي أجمل واحدة من المبادرات. وكل احترام لحاسوب طبعا على هاي المبادرات. وتأمل بتأمل طبعا أي شخص عنده القدرات يساهم وينضم لحاسوب أو لأي جمعية تطوعية اللي ممكن تساعد على بناء المجتمع وعلى تقدم المجتمع العربي في البلاد. فبتأمل أنه تاخذوا حصة فيها. وطبعا الهدف هو بدون مقابل، احنا بنشتغل عشان مقابل، بنشتغل بلا مقابل، لانه هل وصلتوا هل وصلتوا انا بفضل مجتمعنا. فلذلك اجى الوقت نرجع للمجتمع وهي هو دورنا هون. حاليا طبعا في عندي كلام كثير بعد المحاضره تبعت اماني و على المبادرات. طلعت شوي في مبنى المحاضرة فبتأمل إنه أصل للي بدي إياه، أتكلم شوي عن المحاضرات، بتأمل بدون ما أفوت أكثر من لازم على الوقت الإضافي. بتأمل إنه يكون في الجولدن جول بعدين. فراح أتحدث أولاً عن العلوم، راح أفرجيكم شوي عن مجال المبادرات وإيش قاعد بستنانا. بدي أحاول أقنعكم إنه اليوم ما فيش أي علم مسمى علم محض فقط في إطار معين. هناك علوم اللي هي بنسميها متعددة المجالات، مولتي ديسيبلينري، اللي بتاخذ من هون ومن هون ومن هون ومن هون. إذا بدي أشتغل على مرض السرطان، ما فيش حدا بيشتغل بس فقط على مرض السرطان اللي هو متعلم بيولوجيا. في واحد بالاسترونوميا بيشتغل على مرض السرطان، مش مزحة، في استرونوم بيشتغل على مرض السرطان، بيشتغل عليها فيزيائيين، بيشتغل عليها بيولوجيا، بيشتغلوا ناس متعلمين هندسة ميكانيكيات على مرض السرطان، هون في التخنيون. فلذلك بدي أحاول أقنعكم إنه متعدد المجالات هو اليوم اللعبة لازم نلعبها عشان ننجح في حياتنا. وانتم بشكل شخصي كشباب وصبايا اللي لسه في مطلع الحياة المهنية تبعتكم مش المفروض تعرفوا كل شيء، لازم تختصوا في مجال واحد، لكن مهم جدا تعرفوا تتكلموا اللغات العلمية الأخرى. يعني لازم أكون مختص على سبيل المثال في هندسة المواد، لكن أعرف أتكلم مع الطبيب وأفهم عليه بالضبط على عقله كيف يفكر أو كيف بده يتعامل، أفهم كمان على الشخص اللي بتعلم
هندسه طبيه، او للشخص اللي بتعلم بسيكولوجيا، لانه كمان العلوم النفسيه بتاثر كثير كمان على كل مجال من مجالات الحياه. فلذلك اللغه، تعلم اللغه هو مش شغله سهله، وهي يا ريت تحاولوا تتعلموها. راح احاول اقنعكم من خلال المحاضره العلميه، للاسف الشديد يعني على الساعه 9 بالليل بدي افوت شويه علوم، بل انه احنا بنحكي على تعدد المجالات. وطبعا راح اتركز في محاضرتي على مجال اللي بسموه الطب في العصر الرقمي، او بالعربي او الفصيح الديجيتالي. فلذلك اذا بنتكلم طبعا عن الطب في العصر الرقمي، القصه بتبدأ طبعا من كيفيه تشخيص المرض. وطبعا انا بدي احكي انه انا بلشت في سنه 2000 حديد 2006، ما كنتش اتعامل مع الطب بتاتا، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، لا في مجال البحث ولا في المجال المهني. بلشت اتعامل مع الطب فقط بمجرد الفكره. طلعت عندي سؤال معين من حياتي اليوميه، كيف ممكن انا اعالج مرض معين؟ وهناك طبعا لما بلشت ادور في الادب العلمي، بلشت اشوف انه هون في عندنا مشكله في علاج الامراض المختلفه، وانه اي دواء اليوم بدنا نطوره عشان يكون ناجح 100% بده ياخذ سنوات على سنوات على سنوات، 20 و30 و40 و50 سنه على الاقل. فلذلك حاليا من خلال الاطلاع على الادب العلمي، شفت انه مجال التشخيص المبكر للمرض هو ممكن يساعد طبعا على العلاج المفيد بواسطه الادويه الموجوده اليوم في حياتنا. اليوم لما احنا بنقول مرض السرطان، بنقول مرض خبيث. ليش بقول مرض خبيث؟ لانه بكون بقلب جسم الانسان، اكم من سنه بكون بقلب جسم الانسان؟ او اكم من اسبوع؟ في حدا بارك؟ بكون بين 5 سنين ل10 سنين في جسم الانسان قبل ما نبلش نحس بعوارض جانبيه، عشان هيك بنسميه خبيث. فلذلك ممكن الواحد يروح يتسبح، ممكن الواحد يروح يساوي الفعاليات المهنيه وكل يوم على الشغل، لكن بيكون في جسمه مرض خبيث هناك. للاسف الشديد المشكله اليوم انه نكشف المرض، هو انه التقنيات الموجوده اليوم لا تسمح باكتشاف المرض في المراحل الاوليه، لما هو بعده صغير او في مراحل المبتدئه. وهذا السؤال اللي سالته. طبعا عشان اسال السؤال لازم احط اهداف. هذا السؤال ايش انا بدي اصل؟ فلذلك كشخص لم يتعلم طب بتاتا في سنه 2006، حطيت اشياء او عده مقومات ايش هو جهاز تشخيص المرض اللي بدي اياه يكون في عالمنا، اللي ممكن طبعا يجاوبني على كل الاسئله اللي انا سالتها. وطبعا بما انه انا ما فهمتش في مجال الطب او ما كنتش افهم في مجال الطب، سمحت لحالي يعني احط المقومات اللي بدي اياها بدون اي تقييد. فلذلك قلت انه الجهاز لازم يكون سهل الاستعمال، سريع الاستعمال، رخيص بسعر جهاز خليوي، الجهاز لازم يكون متنقل وكذلك غير اجتياحي، يعني انه نساوي العمليه بدون الحاجه لاي عمليه جراحيه مثل الخزعه او البيوبسيا في البراني، او بدون الحاجه لاي ماده اللي نبلعها على قلب جسم الانسان عشان نساوي التشخيص. لما دورت على كل هدول المقومات في الادب العلمي، دائما كنت ارجع للادب العلمي، ما لقيتش ولا جهاز في العالم اللي ممكن يضم كل هذول المقومات مع بعض. لقيت جهاز ممكن يعطينا هاي المقومه بس بينسى الباقيات، او جهاز رخيص كثير لكنه غير دقيق، يعني حتى دقته 50%، يعني كانك بتزت عمله بتسوي هيك هاي 50%. في هيك اجهزه بنستعملها اليوم مثل البي اس اي في مجال سرطان البروستاتا، بنسبه دقتها كمان غير عاليه. فلذلك ما بلشت افكر طبعا بالفكره، بلشت افكر كيف ممكن اطلع هاي الفكره على حيز التنفيذ. وهون طبعا بدون ما افوت على القصه التقنيه، طبعا لقينا انه في مواد متطايره، يعني مواد بتنبع من موقع المرض تطلع على الدم، وهناك من الدم لازم تطلع بريه الجسم لانها خفيفه كثير. بما انها خفيفه كثير كانت تطلع او عن طريق النفس او عن طريق الجلد، او ممكن نلاقيها عن طريق البول. لكن طبعا بشكل عملي لقينا انه التشخيص عن طريق الجلد او عن طريق النفس ممكن يعطينا كل هدول المقومات ويضمهن في اطار واحد. ومن هنا بلشت القصه. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف، المبادره. هذا هدف المبادره، لكن المبادره بدها مبادره حبر على ورق اذا ما فيش خطه لتطبيق الاهداف. فلذلك لازم تكون الخطه اولا واضحه بزمن محدود، ولازم يكون هناك تمويل،
إذا كانت الخطة طبعاً صعبة، في خطط ممكن تكون تتطلب 10,000 شيكل و20,000 شيكل، في خطط تتطلب ملايين الدولارات، فإذا مش موجودات هدول ملايين الدولارات، للأسف الشديد مش ممكن نطلع هاي الخطة على حيز التنفيذ. إذاً راح أفرجيكم اليوم كيف أخذنا هدول المواد المتطايرة من فكرة لحيز التنفيذ ولحيز الشركات. والفكرة اللي ابتدعنا فيها إنه عن طريق الجلد نطور مجسات خيشلين باللغة العبرية، مجسات اللي نحطها في الملابس عند بجسم الإنسان في النسيج في الملابس أو كلاصقات ممكن نحطها على جسم الإنسان بشكل معين أو بآخر. وهذول اللاصقات طبعاً لما بصير في ضائقة صحية معينة هذول بيساوي تفاعل كيميائي ما بين هذول المواد المتطايرة اللي بتطلع عن طريق الجلد لبين المجسات، ولما بيصير التفاعل الكيميائي بينتج منه شرات كهربائية، وهذول الشرات الكهربائية بينتقلوا عن طريق جهاز خليوي أو ساعة ذكية أو جهاز ذكي في جسم الإنسان عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت إلى نظام معلومات حاسوبية أو بسميها بالعربي الخوارزميات. وهون طبعاً بواسطة الخوارزميات علوم الحاسوب شباب وصبايا بيساوي تحليل معين، وبواسطة التحليل ممكن إحنا نطلع تقرير، والتقرير بيكون زي إنذار لمستعمل الجهاز بقول له انتبه إسا أنت قاعد بتطور مرض، دير بالك شوي شوي ما تركضش أكثر من لازم، أو روح عند الطبيب أنت في عندك نوع من تطور مرض في جسمك، روح عند الطبيب شوف إيش بقول لك. فطبعاً كل هاي البنية التحتية لازم كان نبنيها، وبالفعل عشان نبنيها تعلمنا من خلق الطبيعة كيف نبني هالجهاز. وطبعاً هالجهاز هو موجود اليوم بحياتنا، أكبر جهاز موجود في جسمي هو الجلد. فلذلك أخذنا تعلمنا كيف الجلد يعمل من ناحية بيولوجية، وطبقنا الجلد من ناحية بيولوجية ومثلناه بطريقة إلكترونية وبطريقة رقمية بواسطة هندسة كهربائية وهندسة كيميائية وهندسة المواد، كمان مرة بدون الدخول للتفاصيل. اليوم تقدر تشوف إنه الجهاز طبعاً موجود بشكل لاصقة صغيرة جداً اللي تعطي نفس المعطيات تبعون جلد الإنسان، ممكن تعطينا حاسة الضغط أو اللمس. يعني اليوم حاسة اللمس هي واحدة من أدق حواس اللمس اليوم في العالم في هذا الجهاز. يعني إذا أخذته جربناها بتاخذوا الدباني، بتحطوا الدباني على الجهاز بتقدر تشوفوا وين موقع قدم الدباني على الجهاز. بالإضافة لذلك طبعاً مماثل لجسم الإنسان ممكن إحنا ندمج أو دمجنا في واسطة هذا الجلد الإلكتروني كمان حاسة لجس الرطوبة لجس درجات الحرارة وكذلك المواد العضوية اللي بتطلع عن طريق الجسم اللي هي ممكن تشير إلى موقع المرض. طبعاً إلى جانب طبعاً التطوير التقني اللي سويناه في إطار المختبرات اللي عمل عليه 10 أو حوالي 42 باحث من 10 مجالات مختلفة، تقريباً أغلب مجالات الهندسة الموجودة اليوم في التخنيوم. اليوم في عنا مشروع بمرحلة تانية، وقاعدين نحضر للمرحلة الثالثة مع المبارز تبع شركة جوجل بيل جيتس آسف. فاليوم عنا تعاون كان عنا الأسبوع اللي مضى في المختبرات تبعونا مع بيل جيتس اللي بنحاول ناخذ هاي الجلد الإلكتروني ونمثله ونطبقه في دول العالم الثالث لتشخيص مرض بسموه مرض السل. وطبعا لما بتكلم على مرض السل او تيبركولوزيس في اللغه الانجليزيه، شخيفه في اللغه العبريه، بتقولوا كلياتهم 300 واحد الموجودين يعني ما عندهم مرض السل في البلاد، ليش اطور جهاز 300 واحد؟ في الدول الغربيه تقريبا صار الواحد ما يسمعش عن مرض السل، ليش بدي اطور هالجهاز؟ اليوم في عندنا حوالي مليار ونص شخص في دول العالم الثالث عندهم مرض السل، بسموه مرض السل الكامل في قلب الجسم. منهم حوالي 100 مليون شخص بمرض في مرض السل سنويا في دول العالم الثالث. من ضمنهم 10 مليون يشخصوا بشكل فعلي، من ضمنهم 5 مليون بيموتوا سنويا من مرض السل. وسبب للموت طبعا انه ما فيشهم تشخيص في دول العالم الثالث، والاجهزه المستعمله في العالم الغربي ما بنقدرش نطبقها في العالم الثالث. حدا بيعرف ليه؟ مصاري. جهاز او مرحلة التشخيص في الدول العالم الغربي لمرض السل بين 50 دولار ل 500 دولار.
بينما الشخص في دول العالم الثالث بيقبض دولار واحد في النهار، 12 ساعة شغل أو دولار واحد في النهار. يعني بقدرش أنا أجي أشغله 50 يوم أو 500 يوم عشان أسوي تشخيص لمرض السل، مش منطقية. فلذلك الهدف تبعنا ناخذ الجلد الإلكتروني ونطوره بمبلغ لا يكثر عن 20 سنت أمريكاني، 80 أجورة. طبعا كيف نسويها مع كل الإلكترونيات؟ هاي طبعا التعقيد عليها أخذنا عدة ملايين من الدولارات عشان نطور طبعا البحث، وهو طبعا اليوم موجود. والمشكلة الأنكى من هيك هي إنه أغلب الناس في دول العالم الثالث مش بس بيقبضوا دولار واحد في النهار، ساكنين في قرى، أو 60% منهم ساكنين في قرى حوالين المدينة، وهي القرى ما فيش بنية تحتية اللي فيها مي ولا فيها كهرباء. فيعني باختصار مفيد، الجهاز لازم ما يشتغلش على مي ولا على كهرباء، فكيف بدنا نعمل تطوير الجهاز؟ فلذلك طبعا الجهاز بيشتغل جمع نبضات القلب، بطور هناك كهرباء وبشغل الجهاز والى ما ذلك بدون مخاوف ولا تفاصيل التقنيه. وكلياتها ب 20 سنت امريكاني. اليوم عشان اطور جهاز كبير بقد نص الطاوله ممكن نطور بشهر. عشان نطور لاصقه بهالمبلغ باخذ سنوات وعدد كبير من المجهودات. فلذلك اليوم طبعا اللاصقه بتعطينا في نهايه المطاف بعد العمليات الكيميائيه والالكترونيه ضوء اخضر بسيط ممكن كل واحد يفهمه، انت معافى، ضوء احمر روح عند الطبيب عشان تتعالج من مرض السل. اليوم طبعا في عنا 1000 مريض ومريضه في كيب تاون في جنوب افريقيا وفي بنغلور في الهند اللي قاعدين مشخصوا في واسطه هذا الجهاز او اللاصقه الحكيمه اللي نطورها هون، طبعا بدون خوض الى التفاصيل التقنيه اكثر من هيك. في عدد كبير من الامراض الاخرى اللي هي لا تنبعث عن طريق الجلد، هي تنبعث عن طريق النفس، وخاصه الامراض في الموجود بقلب جسم الانسان. في هناك طبعا حاجه انه كمان نشخص المرض، هون في عندنا فكره ثانيه كيف نشخص المرض بشكل غير اجتياحي وبشكل رخيص جدا. وطبعا هنا الفكره انه ناخذ البني ادم ونعطيه يتنفس لقلب جهاز اللي بنسميه الناس باللغه العاميه الانف الالكتروني. فالشخص بيتنفس لقلب داخل الجهاز، هون بصير تفاعل كيميائي ما بين المواد اللي تنبعث من موقع المرض لمجسات، وهون طبعا نفس العمليه تحصل تمرق الاشارات الكهربائيه عن طريق الشبكه العنكبوتيه لنظام معلومات حاسوبيه، وهون بيطلع تقرير والتقرير بيروح لطبيب. هون ما بنبعثش التقرير احنا لمستعمل الجهاز، لانه نفترض انه انا عارف قاعدين بعشاء ولا في سهره والزلمة أنا عارف يتنفس على الجهاز سرطان مرحلة 4 بصيبه نبضة قلب بروح فيها. فهون كيفية التقدير والعمل على استعمال الجهاز لا يقل أهمية عن تطوير الجهاز. فهون بدناش احنا بس مهندسين ومهندسات، بدنا ناس بالعلوم الاجتماعية وكذلك بعلوم النفس ليشتغلوا في هذا المجال. فلذلك اللي بقول لكم اياه انه اليوم ما فيش شيء اسمه علم محض، في عندنا علم متعدد المجالات، وهون طبعا واحدة من الأمثلة. طبعا الجهاز يعمل بالشكل التالي او اساسه هو بالشكل التالي، انه لما بتطور مرض معين في جسم الانسان على سبيل المثال السرطان، تنبعث هاي المواد المتطايره الى قلب الدم، ومن هناك من الدم طبعا هاي المواد تطلع على الرئه، ترتبط هون او تمرق عن طريق الحويصلات الرئويه بسموها الفيوليس باللغه الانجليزيه، وهون عن طريق الحويصلات تطلع طبعا المركبات عن طريق النفس، وهذا هو الجهاز طبعا اللي احنا مطوره، جهاز اصغر من الجهاز اللي انا ماسكه، ممكن البني ادم يتنفس فيه، وهون يتم ربط المواد تبعيه المرض بمجسات دقيقه جدا اللي لها ابعاد ما تعادل 1 مليار مليمتر نانو متر. وهون طبعا لما بصير هاي العمليه طبعا كيف ذكرت بصير عمليه حاسوبيه معينه وبيطلع لنا نتيجه الجهاز، نتيجه المرض ومرحله المرض والى ما ذلك عن طريق شاشه الجهاز. تطوير الجهاز طبعا لحديد اليوم حوالي كلف 20 مليون دولار، هدول 20 مليون دولار من وين جبناهن؟ طبعا الواحد ضل يكتب ويشتغل ويتبارز على المستوى الدولي، وعشان تكون واحد من الواحد بالمية اللي باخذ ايش بسموها المنح الكبيره، هاي يتطلب جهد كثير كبير، يعني فيش شيء بيجي بالسهل. يا
من 2400 سنه كان علينا انه نثبت اولا اثبات علمي انه هاي المواد موجوده طبعا بشكل علمي في جسم الانسان، ومن هناك اذا اثبتناها طبعا بنروح بشكل كيميائي بنطور المواد، وبعد ما نطور المواد اللي ممكن ترتبط في هاي المواد المتطايره بنطور بواسطه مهندسين الكهرباء، هذول المجسات اللي بسموها ميكرو الكترونيكا او نانو الكترونيكا في هالموضوع. ومن هناك بعد ما نربط هاي المجسات ساعتها نستخدم الخبرة تبعون الأشخاص اللي متعلمين علوم الحاسوب لنربط هدول المجسات بواسطة نظام معلومات حاسوبية الألغوريتمين، ومن هون بيطلع لنا جهاز اللي هو جهاز متعلم، يعني جهاز اللي بنقدر نعلمه مثل الطفل وهو صغير اللي ببلش بدون رائحة بدون حاسة الشم، ومن هناك بنقدر نبلش احنا نعلم هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز هون بيطلع عندنا انف لكنه ما بشمش ولا شيء، عشان نعلمه يشم بنروح على المختبر ومن هون بنبلش احنا طبعا نعلمه نقول له هاي بسموها تفاحه ريحه تفاحه وهي بسميها ريحه الجاصه، تذكر بواسطه نظام المعلومات الحاسوبيه هذول الروائح بشكل رقمي، ومن هناك اذا بالمستقبل لقيتهن او التقيت فيهن قارن باللي موجود معاك في الذاكره وهيك اعرف ايش الموجود هناك. طبعا ما سويناش تفاح ونجاص، سوينا مرض سرطان واحد مرض سرطان ثاني. هدفي كان لما وصلت للولايات المتحده الامريكيه واللي وعدته للتخنيوم واللي وعدته للاتحاد الاوروبي انه اطور الجهاز واعطيه للاطباء، بس ما خلينا نقول مرات الظروف بتعمل بشكل خلينا نقول مغاير للواحد بده اياه، وهون الواحد لازم يفكر هل يستغل الفرصة أو ما يستغلش الفرصة. أنا كان في عندي في منحة من الاتحاد الأوروبي 4 سنين أخلص تطوير الجهاز، كنت مجتهد خلصت بسنتين ونص، ضل عندي سنة ونص، فقلت بعد سنة ونص ناخذ اليختة والواحد بدور بالبحر، بس ما كانش في يختة، فلذلك قررت إنه بهدول السنة ونص أساوي إشي معين في إطار البحث. فقلت إذا الجهاز نجح في إطار المختبر بنسبة 93% يميز سرطان الرئة من الناس المعافين، على الأكيد إذا بروح على المستشفى بده يميز طبعاً الأشخاص اللي عندهم نفس المرض. وبالفعل رحنا على المستشفى وواحد هام مهمته، سوينا بحث كثير كبير على ناس لأن السرطان في مراحل متقدمة، والنتيجة كانت هائلة، فشل ذريع. فشل ذريع من نسبة 93% اللي حصلت عليها في هاي المرحلة حصلنا على نسبة 55%. 55% كمان مرة، هاي 10 قروض، هاي 50%، هاي 50%. ليش انا اضوي انا 4 مليون 3 مليون دولار عشان اصل لنسبة 50%؟ فهون طبعا طلع سؤال معين اللي واجهته وكان في عندي ديليما كثير كبيرة. انا ما وعدتش
للاتحاد الاوروبي ولا التخنيون انه اساوي هاي المرحله الطبيه او اجرب الجهاز على الاشخاص. فلذلك خليني اترك وارجع على برامجي الاصليه. او شغله ثانيه كيف سموها عنا احنا في المجتمع العربي، نحط راسنا في الحيط ايش الكمالي؟ يا بنكسر راسه بنكسر الحيط. فلذلك انا قررت ان احط راسي في الحيط واعرف ليش فشلت هون، يعني في هاي المرحله. وبالفعل رحنا على مستشفيات تعلمنا وين فشلنا، شباب صبايا تعلمنا، انا تعلمت وين فشلنا. وين الفرق بين الناس الحقيقيين في المستشفى وين الفرق بين المختبرات؟ كانت دراسة حوالي ما يتعدد 7-8 أشهر، اشتغل عليها فريق 36 شخص تنعرفنا وين إحنا فشلنا. بدون أن نتعلم وين فشلنا مش رح ننجح. فلذلك بعد ما تعلمنا وين فشلنا رجعنا على كل العملية من أولها لآخرها، حصلنا محل 55-76%، كانت مرحلة تدريجية. في المرحلة الثالثة حصلنا على نسبة 88%، واليوم نوصل ل 95% في إطار التشخيص. فلذلك شباب صبايا الهدف اللي بدي أعطيه هنا إنه هل نفكر انه بده بس الطريق بدها تكون ملانه نجاحات؟ مش مظبوط. الفشل هو اهم عامل لعوامل النجاح، بشرط انه الواحد يتعلم من الفشل. اذا انا فشلت خلص يئست فراحت علي، اذا تعلمت من الفشل بكون هو فقط لصالحي. واذا من وقتها انا كنت عارف طب، من وقتها حوالي 70% من الابحاث اللي بسويها هي ابحاث طبيه كطبيب. فلذلك كمهندس نقلت على اكثر مجال طبي. طبعا هون طبعا لا حدا علمني الطب ولا شيء، هو اجتهاد ذاتي. فلذلك اي مجال اليوم بدك تفوته او تفوتيه ممكن الواحد يفوته بس عن طريق الاجتهاد الذاتي. اليوم الكتب موجوده، جوجل موجوده، مايكروسوفت موجوده، هل بدكم اياه كل المعلومات موجوده. المهم الواحد يشغل راسه ويربط بين النقاط المختلفه. اذا طبعا الجهاز انا بدي امرق هون الجهاز، طبعا قلت لكم ما تصدقوش ولا نتيجه مخبريه، يصدقوا فقط النتائج الطبية. ولذلك واحدة من النتائج الطبية ممكن تشوفوها هون على الشاشة هو في سرطان الرئة. هون تقدروا تشوفوا انه قدرنا نميز سرطان الرئة بنسبة دقة 88% عن طريق النفس بواسطة نفس بسيط على قلب الجهاز. مش بس هيك، قدرنا نميز سرطان حميد من سرطان خبيث وامراض سرطان اللي هي في مراحلها المتأخرة وفي مراحلها الأولية. الأهمية هون لما انا باجي بميز السرطان في مراحله الأولية، نسبة العلاج ونجاح العلاج هي 70 × 3 إلى 4 مرات أكثر من هاي المرحلة لما بكتشف المرض وهو منتشر في الجسم. يعني نسبة النجاح مرات ممكن تكون 70% محل 10%. وهي فقط عن التشخيص المبكر، وهنا هاي اللي قدرنا نسويه. بدون ما أفوت على أكثر من لازم كمان مرة تفاصيل تقنية، تقدروا تشوفوا هون واحدة من أكبر، مش واحدة من أكبر، أكبر بحث عمل اليوم في العالم. في فريق الابحاث تبعي اللي قاد البحث في فريقي هو شاب من الرامي اسمه مراد نخلي، وشاب اسمه هيثم عمل من مدينه حيفا. قادوا طبعا هذا البحث لمده 4 سنوات. هاي رسم البيان كلفنا 4.5 مليون دولار. هذا الرسم البياني كلف 4.5 مليون دولار. هون تقدر تشوف انه في عندنا 17 مرض اللي فحصناهم في 16 مركز عالمي مع حوالي 60 متعاون ومتعاوني علميين. وهنا تقدروا تشوفوا بدون طبعا خوض التفاصيل انه اي مرض اليوم موجود، سواء كان مرض في الاعصاب، مرض الرعشي، او مرض الالتهايمر، او مرض تصلب الشرايين في الدماغ، او امراض باطنيه، او امراض سرطان مختلفه، بنقدر نميز الواحد من الثاني. وهيك اثبتنا لاول مره من 2400 سنه انه بنقدر بواسطه هالجهات واجهزه اخرى انه نعطي عمليه تشخيص عن طريق النفس لكل مرض من الامراض. وبكلمات اخرى، مثل ما احنا في عنا طبعه او بصمه خاصه لكل شخص وشخص، اليوم في بصمه لكل مرض ومرض عن طريق النفس. وهي كان اثبات علمي، ومن جراءها طبعا طلع الجهاز. وبعد ما طلع الجهاز اليوم في 3 شركات اللي بيعملوا على المشروع. طبعا انا نسيت اقول لكم انه كل هدول الاشياء الجديده اللي تحدثت عنها، هدول النتائج حصلت عليهم في جهاز اللي بلشنا فيه بمواد نانومترية، مواد صغيرة جدا. لكن كيف تقدر تشوف هون من المسطرة، الجهاز تقريبا من كل الميكانيكيات الموجودة حواليه والهندسة في صار كبره حوالي 40 سم على 60 سم، يعني بدل ما يكون أنف رقمي صار أنف فيل. فلذلك طبعا يعني
عملنا كل الخواص والميزات تبعون الجهاز بس ضلوا كبير. فلذلك في سنة 2010 أسست مشروع بسموه LCAOS Lung Cancer Artificial Olfactory System. حصلنا على تمويل 5.4 مليون يورو. أنا طبعاً أترأس هذا المؤسسة. وهنا طبعاً ظهرنا جهاز جهاز اللي كبره لا يتعدى على 3 سنتي على 2 سنتي على 1.5 مليمتر. جهاز طبعاً صغير جداً. وهذا هو جهاز الأنف الإلكتروني. وطبعاً عشان طبعاً مش مشكلة بروتوتايب. هذا هو الجهاز شباب صبايا. أخذنا حوالي 5.4 مليون يورو عشان نظهره من حجم كبير. طبعاً كل التقنيات الموجودة وصعوبة الهندسة اشتغلنا عليها وحصلنا على جهاز. وقبل 4 أشهر طبعاً تقدروا تشوفوا الجهاز هو بكبر السيم كارد الموجود في الموبايل فون. فلذلك بلشوا تتخيلوا لما نطبق جهاز الأنف الإلكتروني بالهواتف الخليوية. ولذلك قبل كم من شهر فزنا وأدرجنا رقم 1 في أوروبا في مشروع بسموه ICT Horizon 2020. حصلنا على 6 مليون يورو. طبعاً في مشروع اللي أنا للأسف شديد كمان مرة بترأسه. أنا صرت أكثر مدير من عالم. وهدف إنه نربط الجهاز في الجهاز الخليوي. لما بتحدث في التليفون بصير في حالة مستعصية أو بصير في إشارات لمرض الطبيب تبعك من بعيد إن شاء الله موجود في اليابان بيعرف إنه في عندك حالة مرضية معينة وفي مراحلها الأولية وساعتها هو يساوي التخطيطات اللازمة. موجود طبعا في هون الشركة هنا شركة سيمنز العالمية وشركات أخرى وشركة بتشتغل هي بتطور أجهزة لشركة أبل كمان العالمية. طبعاً هالمشروع هو بعد في المراحل الأولية بعد ما صرنا شهرين بلشينه بس طبعاً في دعم وفي تمويل لتطبيق هذا المشروع. طيب شخصنا المرض كيف ممكن نعالج المرض؟ هون في عنا تعاونات كثيرة على علاج المرض. واحدة من الأمور اللي ممكن الواحدة يعالج المرض هي عن طريق رجال آليين اللي أبعادهم تعادل ما يساوي 20,000 مرة أقل من قطر الشارع. إحنا نسميه النانو روبوتين. وهذول النانو روبوتين تقدروا تشوفوا بيكونوا موجودين بجسم الإنسان. واحد بأخذهم كل سنة في قلب كبسولة مثل حبة الدواء اللي فيها بلاستيك في بقلبها باودر معين ببلعها. لما تفتح الكبسولة في قلب جسم الإنسان هذول الرجال الآليين ببلشوا يمشوا في قلب جسم الإنسان. لما بشوفوا في خلل صحي معين بروحوا بصلحوه. مين كان يحضر جسم في جسم الإنسان أو وأنا رافع إيدي؟ أنا بتذكر في صف ثامن كانت المعلمة تقولنا روح احضره في جسم الإنسان وكانوا الشفر جرافات يفتح الشريان هون ويفتح الشريان هون. فشباب صبايا هاي كانت كرتون اليوم هاي واقع في إطار المختبرات واقع في إطار إنه كمنتوج هي بعيدة 10 إلى 15 سنة على الأقل. بس هي اليوم واقع في إطار المختبرات. واحدة من هذول الأمور لما بتاخذوا خلية عصبية اللي فقدت قدرتها على التوصيل الكهربائي من ناحية لأخرى بيجي هالرجل الآلي أو النانو روبوت بيجي على موقع الخلية بيرتبط فيها بشكل انتقائي. هو بيعرف مبرمج لهي الأمور بشكل كيميائي أو بشكل بيوكيميائي. وهون بمد ذرعان أطوال بوصل بين مرحلة معينة والناحية الثانية اللي فيها كمان توصيل كهربائي وهون بحل محل الخلية العصبية. طبعاً عشان هذا النانو روبوت يشتغل بشكل صحيح لازم يخترق كل موقع ويفوت عن طريق كل موقع. يعني ما يكونش في قدامه عقبات ويفوت من أي فتحة ويطلع من أي فتحة. فلذلك اليوم العلماء يعملوا على تمثيل هذا الرجل الآلي بواسطة الأخطبوط. وواسطة الأخطبوط كيف تقدر تشوفوا ميزة الأخطبوط إنه فيش عنده عظم بيقدر يطلع من كل محل ويفوت من كل محل. هم تقدر تشوف الأخطبوط قاعد يحاول يطلع من فتحة تعادل حوالي 3 سنتيمتر قطر. تقدر تشوفه من الأولى الثانية الثالثة وإلى ما ذلك وراسه هون الآن طلع. لكن تقدر تشوف إنه كمان راسه بيقدر يطلعه في نهاية المطاف لأنه ما فيش عظم. فلذلك كل هذول الرجال الآليين بالهراء على اللي إحنا بنعرفه اليوم هذول الرجال الآليين طبعا هن ممكن يطلعوا او يفوتوا من اي محل ومحل في جسم الانسان. يعني فيش قدام العوائق وهذا بنحاول نمثله احنا كمجموعه من العلماء في شتى العالم. والامر الاخير اليوم في الطب كمان مره بعده في المراحل البحثيه شباب وصبايا راح ياخذ عدد طويل من السنوات عشان نوصل لمرحله التطبيق هو
كيف الواحد ممكن يساوي عملية بطريقة غير اجتياحية؟ والهدف طبعاً اليوم الشخص اللي عنده سرطان اللي بسوي أو بعطوه دواء غير انتقائي أو بفوتوا على السرطان وأنا عارف بقصوه. اليوم إذا نأخذ على سبيل المثال السرطان الموجود في الدماغ عند الإنسان موجود في الدماغ بده يسوي العملية الجراحية اللي بسووه بجيبه منشار وزميل وشاكوش طبية مش اللي مهدد بيستعملوه في الأمراض. وهون طبعاً تفتح رأس المريض بيستأصلوا السرطان، لما بيستأصلوا الورق السرطان في هناك طبعا خطورة كبيرة على المريض نفسه وكمان على الخلايا ممكن ينشال كليا أو ينشال قسم من الوجه وكمان ممكن كمان السرطان يرجع في المستقبل. فلذلك الطريقة اليوم الواحد يعمل هاي العملية بشكل غير اجتياحي تقريبا هو إنه يأخذ جزيئات صغيرة جدا أقل من قطر شعرة بحوالي 50,000 مرة حوالي يساوي 5 نانومتر معمولات من الحديد وعليهن طبقة عضوية اللي بخططها الكيميائي اللي بناكنا وهون طبعاً بفوتوا 4 مليار جزيئ على قلب 1 مليلتر من المحلول بغزوا الورم السرطاني طبعاً بفوتوا عن طريق الإبرة عن طريق الجمجمة للورم السرطاني بفوتوا كل هدول الجزيئات الصغيرة جداً إلى داخل الورم السرطاني وهنا هدول المواد بيرتبطوا فقط على الخلايا السرطانية وليس فقط وليس على الخلايا المعافاة بفوتوا بعدين الشخص على جهاز ذبذبات مغناطيسية اللي يسمى باللغة العربية MRI وهون طبعاً الذبذبات المغناطيسية بتبلش تحرك هدول الجزيئات بشكل سريع جداً ولما بتحرك الجزيئات بشكل سريع جداً هدول الجزيئات بيحموا بتعلى درجة حرارتهم لما بتعلى درجة حرارتهم ببلشوا يدوبوا الخلية السرطانية شوي شوي وهيك بعد عدة مراحل من العلاج بيختفي الورم السرطاني. طبعا هاي مجربة على فئران التجارب ونجحت بنسبة 86% مع بين ما توصل على البني آدم مع بين ما تمرق الـ FDA وكل التصريحات اللازمة بدنا نستنى شيء 20-30 سنة كمان لقدام. طبعا كمان مرة أنا بحكي واقع زي محبة الدواء اللي طوروها قبل 20 سنة بس لسه بتطلع السوق هيك نفس الشيء في هاي الأمور العلمية وهون طبعا لازم تعرفوا الفرق بين الواقع وبين طبعا النظريات. اخيرا طبعا ذكرت انه مهمتنا هو طبعا تطوير العلوم لكن الاهم من ذلك وهون كمان مثل ما بتساوي مجموعه حاسوب انه ننشر العلم في المجتمعات المختلفه واذا كان بالامكان بشكل مجاني وبشكل مفتوح وبشكل ديمقراطي. وهذا هو كان الهدف انه اقامت مساقين واحد باللغه العربيه لاول مره في العالم انضم له 6200 شخص من الدول العربية السنة المضت والثاني في اللغة الإنجليزية اللي بتكلم طبعا على موضوع المجسات والتقانة النانوية النانومترية وهون طبعا المساق كمان مرة مفتوح وأنا بشكل مجاني وكل شخص بحب يوسع أفاقه في مجال الكورس الوحيد في العربي في الكورس الوحيد في العربي في الكورس هون الشباب والصبايا هون فريق الابحاث تبعي اليوم اخذنا صوره جديده مع كم من اضافات جديده في ظل الخمس دقائق فبدي استغلهن بعد اذنكم بدي اشتغل عليكم. سمعت كثير انا عن المبادرات وعن ستارت اب وبقدر اقول لكم انه انا اشتغلت كمان كعالم كباحث كمان عندي ثلاث شركات شركه بسموها نانوفيشن اللي هن طالبين واحد خلص دكتوراه واحد ماجستير عندي اقاموها وانا طبعا شريك الشركه شركه ثانيه موجوده اليوم في بوسطن وشركه ثالثه شركه مش ستارت اب صغير الموجوده بالصين بدون دخول الى التفاصيل. ثلاث شركات اللي الهدف طبعا نساوي ترجمه العلوم الى تكنولوجيا. بقدر اقول لكم تجربتي كشخص مجرب كشخص اللي بيشتغل ك خلينا نقول مستشار لعدة كبير من الشركات. مجال المبادرات مجال غير سهل مجال غير سهل مجال فيه كثير كثير تحديات. واحدة من التحديات بدي اسكم بدي افرجيكم بس وين النقاط اللي لازم تفكروا فيها. في حدا بيعرف قديش صاحب الشركة صاحب الفكرة قديش ممكن يضلله من الشركة لما تنباع؟ 20% من هو الرقم أعلى؟ طيب أقل؟ 1%. الأرقام تيجي بين 2-3%. صاحب الشركة قسم كبير من الشركات اللي صاحب الفكرة صار بيشتغل بالشركة كموظف
باخذ دولار بس هذول مش ناقص دولارات ثانية في البنك. بس اللي بدي احكيه انه مرات صاحب الشركة كشركات مبادرات ممكن تشتغل وتشتغل وتشتغل في نهاية المطاف ما تطلع الكاش من هالشيء. فلذلك التخطيط الصحيح للشركة ولما بتطلعوا كيف حكوا طبعا قبل المحاضرين اللي قبلي، التخطيط الصحيح للشركة لبناء الشركة هو شغل جدا مهم. ما تطلعش عند هذول بسموهم investors او VCs venture capital اوكي بدون ما يكون معك جهاز بروتوتايب، بدون ما تكون انت متقدم كثير. طبعا في هون الدجاج ولا البيضة، عشان تبني جهاز بدك مصاري، وعشان تقنع المستثمر كمان بدك تفرجيه البروتوتايب. يعني مين بيجي قبل؟ قديش بتقدروا تشتغلوا لحالكم وبتطوروا الجهاز ويطلع معكم جهاز اللي شوفوه بيشتغل سووها، ما تستعجلوش تحكوا مع الفي سيز الفينشر كابيتال، لانه في حين ما اعطاك 100,000 دولار بتاخذ عليها 50%. مثل على سبيل المثال مجال علوم الحاسوب بدك تساوي برنامج معين، البرنامج المعين بكلفك انا عارف 200,000 دولار، بعطوك 100,000 دولار 50% من الشركه راحت، عشان تطور المرحله الثانيه بعطوك كمان 100,000 دولار بنقصوا لك، هي اسمها ديلوشن. صدق؟ فلذلك انتبهوا من هاي النقاط. مجال المبادرات مجال ممتاز اذا نجح، كان في هون صوره جميله جدا للشخص اللي حامل صخره او بيرفع صخره على جبل، ممتاز جدا، بس طرق التعامل معها بدها تكون صحيحه. وللاسف الشديد احنا كاشخاص اكاديميين لا نعرف في مجال المبادرات. انا بحكيش عليكم انتوا، انا اول واحد يعني فيه كنت كمان نفس الوضع. فلذلك قبل ما تطلعوا ادرسوا السوق، ادرسوا اللي بسموه بزنس بلان اللي ذكرته اناني، وساووا بزنس بلان. البزنس بلان يعني وين انا بدي او ايش هو السوق اللي بدي اروح عليه. وانتبهوا هون كمان شغله، بشوف خطا فادح عند الشباب والصبايا بقول لك انا بدي اساوي شركه تكسر العالم. يعني شركه اللي فيها لها سوق 70 و80 و90 مليار دولار في السنه. بعد بسنتين بتيجي بكونوا منضمين ضمن هدول 50 شركة 50% من الشركات اللي معهم. إذا بدكم تطلعوا على شركة تبنوا مشروع مبادرات، ابنوا مشروع مبادرة اللي هو فكرة معقولة، تطلع عليها السوق قديش سريع وبأقل سعر، حتى لو إنها مش الفكرة الأفضل في العالم، في حين ما حطيت إجركم وعرفوا زي ما شفنا في التطبيقات اللي قبل، صاروا يعرفوا الاسم، ساعتها أنتم بصيروا أمنوا لكم، وساعتها بصير الاستثمار فيكم بشكل أوضح. فلذلك في هون افكار خاطئه عندنا احنا في المجتمع، مش بس مجتمعنا يعني العربي، كمان المجتمع اليهودي، كيفيه التعامل مع المبادرات. خططوا خطواتكم بشكل صحيح. وهناك طبعا اليوم في عدد من المراكز اللي بتساعد. اليوم كنت اتكلم مع مبادر معين، طلاب التخنيون شباب وصبايا، في اليوم اكسلريتور في التخنيون اللي بتعلم رقم اول رقم ثاني رقم ثالث للطلاب، بعطوك 50,000 دولار مقابل 3-4% اللي بسموهم ديلوتد، مش شيء كثير يعني. هذول 50,000 دولار ممكن يساعدوكوا عشان تحصلوا على التطبيق الاول وعلى البروتوتايب الاول تبع الشركه. في هنا في التخنيون فتح جديد صار له شهر، اذا عندكم فكره قدموا له، اذا مش عارفين مين وكيف وبدكم طبعا نقاط التوصيل بسرور انا ممكن اساعد واوصلكم في طبعا نقاط الاتصال هناك. في هناك كثير اللي احكي عن مجال المبادرات، لكن طبعا بديش وصلت بالضبط لنهايه الوقت، بديش اتاخر عليكم. اللي عنده تردد استشيروا خبراء في المجال اللي عندهم خلينا نقول كيلومتراج في مجال المبادرات. فلذلك خططوا بالضبط الامور، بتقدروا تحكوا مع اماني، بتقدروا تحكوا مع اشخاص اللي بنوا شركات شركه الرازي، او اشخاص اللي عندهم افكار. وطبعا هنا حاسوب بيعمل كمان على دمج ما بين الصناعه واشخاص من الصناعه والتكنولوجيا وكارشادات. فبهاي طبعا انا بنهي حديثي وبتشكركم جزيل الشكر على